أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.